بتعرفي تغني يا غنوة؟ لا ما بعرف. مادلين زوجة معتقل سياسي قديم، عندها ابن بدولة. ابي غربت ابنك جورج عنك، ما بتفوتي زعلانة مني. مو ابني، كلها الأسرة معارضة، قلبها مع الثورة. كونها امرأة مسيحية فما كان في مجال غير انه هي تشتغل بالمناطق المحررة. هاي القصص ما رح نخلص منها. دمروا ولا سوريا، بس بقي الأمل، لازم يبقى.